استلمت لجنة الأزمة ببلدية أبو سليم من مكتب الخدمات الصحية بعضا من الاحتياجات والمشغلات والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة. تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة لجنة الأزمة بالقطاعات للمرافق الحيوية لضمان استمرار أعمالها في تقديم الخدمات للمواطنين. عقد في بلدية مصرة اجتماع لمناقشة عودة أهالي منطقة الكراريم إلى منازلهم. هذا وحضر الاجتماع عميد أعضاء المجلس البلدي ورئيس الفرع البلدي طمينة ومدير إدارة شؤون المحلات، إضافة إلى مختاري المحلات بالبلدية. أجرى عميد بلدية صبرة رفقة مراقب تعليم المدينة جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية بالدور الثاني، وتهدف الجولة إلى الاطلاع على سير الامتحانات وتوفر السبل الكفيلة براحة الطالب. أجرى جهاز الحرس البلدي سبها جولة تفتيشية على عدد من المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم، وضبط الحرس خلال الجولة كمية من اللحوم المتعفنة غير الصالحة للاستهلاك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.